الاستقرار. اهلا وسهلا بكم. النهارده الجهاز اللي معانا للبيع دي شاشه عاديه 17 بوصه اتش بي، الشاشه اللي هي العاديه تمام. ومعانا الكيسه بتاعتنا، الكيسه بتاعتنا ديل. بصوا الكيسه من جوه عامله ازاي، نظيفه. ده جهاز استيراد. هنا دي كارت شاشه خارجي، بس احنا شغالين على كارت الشاشه البلت ان اللي هو الداخلي تمام. هنشرح كده الكيسه بسرعه. طبعا عندك كارت اللان، كارت النت، في عندك 4 يو اس بي، في مخارج الصوت والمايك، كارت الشاشه اللي هو البلت ان، ده البلت ان اللي هو الداخلي. كارت الشاشه اللي راكب في الكيسه انفيديا، يعني الجهاز ما شاء الله زي الفل. الجهاز طبعا للاطفال، يعني مش ما تقوليش مثلا عايز الجهاز ده اشغل عليه بيس 20 او جاتا بي مثلا، لا طبعا مش هينفع. ممكن تشغل جاتا 3، تشغل عليه بيس 6، الحاجات الالعاب الخفيفه، النمله الذكيه، سبوي، الحاجات دي. فالجهاز ده مخصص للاطفال او للمحلات، بحيث ان انت تقضي عليه وقت، تتعلم عليه فيديو، تتفرج عليه فيديو، تتعلم عليه اي حاجه. وممكن تركب هنا 2 هارد، في هارد راكب، ممكن تركب هارد تاني. الرامات اللي جوه ممكن تركب كذا رامه، عندك في حاليا رامه 2 جيجا. الجهاز ده امكانياته البروسيسور اي ام دي. الجهاز ده كله على بعض عامل 950 جنيه، بعد الخصم هيعمل 900 جنيه. طبعا معاه كيبورد وماوس وسماعات والوصلات بتاعته، والجهاز كامل عليه الويندوز، عليه البرامج، عليه كل حاجه، وعليه الالعاب، كل ده فقط ب 900 جنيه. اشوفكم